أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الوصول للتميز في مختلف مسارات التنمية غاية مستمرة نسعى لها على الدوام عبر مضاعفة جهود التطوير والتحديث بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة ورفض عجلة التنمية، مشيرا إلى أن الجهود الوطنية الحريصة لأن تكون البحرين دائما في المقدمة مستمرة بعزم أبنائها المخلصين من فريق البحرين وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز مكانتها على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وكفاءات وطنية واعدة عززت من قدرتها على جذب مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية. جاء ذلك لدى افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2023 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نوه سموه بجهود القائمين على تنظيم المعرضين وهو ما يؤكد على كفاءة وتفاني الكوادر الوطنية في مجال صناعة وتنظيم المعارض ودورهم في إنجاح هذا المعرض الذي نجحت المملكة في تنظيمه طوال 30 عاما، الأمر الذي يؤكد قدرة هذه الكوادر على صنع الإنجاز من أجل رفعة البحرين ونمائها، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة. وخلال الزيارة طلع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المعروضات التي اشتمل عليها معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية، مشيرا سموه إلى البيئة والمقومات والمميزات التي يوفرها مركز البحرين العالمي للمعارض والتي تعزز من قدرة المملكة على استضافة وإقامة كبرى الفعاليات العالمية بما يسهم في رفض القطاع السياحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية. من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن نجاح البحرين في مواصلة استضافة معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية يجسد حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم قطاع صناعة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية لتعزيز مكانة البحرين التنافسية في هذا القطاع، لافتا سعادته إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لعجلة التنمية، مشيرا إلى ما تزخر به المملكة من كوادر وطنية متميزة ذات خبرة وكفاءة بالإضافة إلى ما تمتلكه من بيئة جاذبة لاستقطاب المعارض والفعاليات الكبرى والعالمية التي أسهمت في دعم حركة التجارة والاقتصاد ورفض القطاع السياحي بما يحقق الأهداف والرؤى المنشودة. يذكر أن معرض الجواهر العربية 2023 يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة وغيرها من جميع أنحاء العالم، إضافة لعدد من العلامات التجارية التي تشارك لأول مرة في المعرض، كما يقدم المعرض عدة فعاليات مصاحبة ومجموعة متنوعة من ورش العمل المبتكرة، كما يقام معرض العطور العربية 2023 بالتزامن مع معرض الجواهر العربية 2023 ويعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة.